الو، ايوه نعم، ايوه كشفت كواليس مسلسل عادل امام. نعم فالك طيب اخوي، فالك طيب، انت طرش مسج وان شاء الله بتربح معنا ان شاء الله. مع السلامه. آلة الزمن وديني عند عادل امام. أكيد ما يصوروني لي. ليه؟ هذه ضربة. أسد أكيد مش المكان. ليش الحمد لله وصلنا لبنان مصر. اي صح صح، فرقة ناجي عطلة للزعيم عادل امام راح يتم تصوير بعض المشاهد منها في لبنان، فاذا حابين تطلعون معانا طرشوا اس ام اس على الارقام اللي طالع على الشاشة.